عنوان جديد نهاية التابع الكسري. كاتبين كم هون الشكل العام للتابع الكسري. جويل، جويل صح اسمك جويل. شلون التابع الكسري؟ يعني البسط كسر حدود والمقام كسر حدود. برافو. ما بس يكون في جزر، ها لما صار جزر من شوي شفنا في مشكلة، ما عدنا بنعتبره شو كثير حدود. عندنا حالتين ممكن يطلب النهاية عند عدد حقيقي، ممكن يطلب النهاية عند الزائد أو ناقص ما لا نهاية. لما بيطلب النهاية عند عدد عندي كمان حالتين، إما العدد سميناه أون إحنا ينتمي لمجموعة التعريف أو أر لا ينتمي لمجموعة التعريف. ممكن يكون بينتمي لمجموعة التعريف، ممكن يكون ما بينتمي لمجموعة التعريف، يعني بيكون طرف بالمجال. هلا إذا بينتمي لمجموعة التعريف معوض مكان شو إلا مثلا كل إكس بمين؟ بأر مباشرة بدون نفكر بشيء. رح ناخذ مثال عليه. معوض مكان كل إكس اف اكس يساوي حط كسر اكس زائد واحد على اكس مربع ناقص اثنين. شو مجموعة التعريف؟ خلينا نعمل اكس مربع ناقص واحد او اكس مربع ناقص اثنين ناقص اربعة صور. شو مجموعة التعريف؟ مين بيعد المقام؟ ناقص 2 وزائد 2، يعني R مع عدد ناقص 2 وزائد 2. بدل النهاية احسب النهاية. احسب النهاية عند R تساوي 3. ألا تنتمي أو ألا ينتمي العدد 3 لمجموعة التعريف؟ إذا شو نعمل هون؟ نعوض مباشرة. مين العددين اللي بيعملوا مشكلة بهالتمرين؟ الناقص 2 والزائد 2. هون ما عندنا مشكلة بالتمرين، فبنعوض مباشرة بصير ليميت اف اكس لما الاكس يسعى ل 3 بيساوي 3 زائد 1 4، 3 للتربيع 9 ناقص 4 انتهى الموضوع. وهذه حالة سهلة جدا ما بتجي بالامتحان. بنشوف اللي بعده. عم ناخذ منظر دائما بنقول له مش بيتحمل استاذ ليش عم ناخذ؟ عم تقدر تصير معلم بالجامعه وتصير استاذ ودكتور ومهندس وطبيب وعالم واينشتاين ان شاء الله. لا تنتمي لدي الحاله الثانيه. اذا ما بتنتمي لمجموعه التعريف هون احيانا مصادف صفر على صفر. هون احيانا مصادف عدد على صفر. هدي شو سمينا هالصفر على الصفر؟ عدم تعيين. عدم تعيين صح؟ طبعا بعض الطاولة عم نصادف، نحن عم نعوض شو عم نشوف؟ صفر على صفر. فهون عدم دائما شوفوا بس شوف صفر على صفر بنشرحها هلا ولا بنخصص لها إزالة عدم تعيين؟ طب تركونا لاحقا نتركونا. التسجيل اللي بعد هذا ان شاء الله والمقطع اللي بعد هذا بنقول لكم الصفر على صفر الى حلقه خاصه شو بنشتغل بالصفر على صفر. اذا طلع معنا عدد على الصفر في صفر بالمقام طلع مجموعه التعريف وندرس اشاره المقام مشان نعرف صفر سالب الا شو الصفر موجب. هذه اخذنا عليها حاله اليوم عدد على الصفر مرقت معنا هذه اخذنا. طبعا سهلة بيطلع عدد بالفوق صفر بالمقام بدك تعين صفر موجب الا صفر سالب حسب مجموعة التعريف. طبعا انا عم دور على هي انا بغيت اوصل لهون هذول راح يمرقوا معنا لقدام مرة ثانية بأمثلة لاحقة. بنشوف النهاية عند اللانهاية هون معوض بالحد المسيطر بالوسط والمقام باثنيناتهم. ناخد الحد المسيطر بالوسط والحد المسيطر وين؟ بالمقام.
تعال نشوف أمثلة عليه. مثال limit التابع ليكون مثلا x مكعب زائد x مربع زائد 1 على x مربع ناقص 2x والx تسعة ناقص ما لا نهاية. طلاب الامتحانات شو بيعملوا؟ لا نهاية زائد لا نهاية لا نهاية عدم تعيين نو شوف عند العدد عند العدد طبعا هون كمان نسيت اكتب لكم هون شو كمان؟ معوض عند العدد معوض بطبيعة الحال بالحالتين بس اما بيطلع جواب او اذا العدد ما له مجموعة ما راح يطلع جواب بده يطلع صفر بالمقام او بيطلع صفر على صفر او عدد على صفر بس اذا ما كان عدد ناخذ فقط المسيطر يس تصير ليمت مين المسيطر بالبسط؟ اكس مكعب مين المسيطر بالمقام؟ اكس مربع اختصرا ليمت اكس اهم شيء قلنا مختصر دائما وابدا ابدا شلون مختصر؟ مختصر يلا اكس مكعب على اكس مربع اكس واكس تسعة على شو قلنا؟ هلا عوض فيها يلا شو بيطلع الجواب؟ صعبة؟ اسأل اخر ليمت بدي اعملهم بالمقلوب x مربع ناقص 2x على x مكعب زائد x مربع زائد والx 9 ناقص خليها زائد لان يعني مره حرام مش هنزع خذ المسيطر x مربع بالبسط x مكعب بالمقام واحد على x اختصر واحد على x عدد على نهاية صفر كمان يفضل بالامتحان لا نكتب عدد اعملها بعقلك عدد على نهاية سواء كان لا نهاية موجبة ولا سالبة شو بيطلع معنا الجواب؟ صفر الحالة الثالثة أو المثال الثالث ليمت 2x مربع ناقص x زائد 10 على x مربع زائد 1 والx 9 ليش استعجلت قلت اثنين؟ طب شوف الاكس 9 على شو؟ مبين اعوذ بالله جنس حوا بيعرف الاكس 9 على شو قبل ما نحكي زين اها هون نفس الدرجه ناخذ المسيطر بالبسط هاي مش كارثه فيها بدي اعمل المقام 3 اكس مربع زائد 1 بصير ليمت 2 اكس مربع على 3 اكس مربع لما الاكس 9 لزائد ما لا نهايه جولجين جولجين صح؟ تفضلي جولجين شو بنعمل هلا؟ أمثال بس على أمثال لا لا بدي لأنه وصلت لهم شو بدي أعمل هون؟ نختصر ثم نعوض شيلوا الأدوم مع بعض شو بضل معنا؟ اثنين على ثلاثة ونهاية الاثنين على ثلاثة مش قلنا لكم نهاية العدد هو ثابت نفسه هو اثنين على ثلاثة هاي الأمثلة لما بتطلع معنا لما يكون عندنا كسر بسطه صحيح مقامه صحيح والإكس تسعة لما لا نهاية يمكن اختصار كل ما سبق بهذا القلب المطعوج مثل قلبك من البكالوريا شوف معي بهذه الحالات قاعدة يجوز تطبيقها في الامتحانات طبعا قاعدة عند اللا نهاية حصرا يعني لما الإكس تسعة زائد أو ناقص لا نهاية أنا يا جورجي بدنا أحكي لك أنت عم تحكي إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام الجواب بيكون إما زائد أو ناقص لا نهاية بعد الاختصار تكون اختصرت شوف مثل أي حالة مثل الحالة الأولى لما إكس مكعب على إكس مربع شوف مسيطر إكس مكعب مسيطر إكس مربع بعد الاختصار شو طلع الجواب؟ لا نهاية إجباري يطلع الجواب هون يا زائد لا نهاية يا ناقص لا نهاية طب إذا كانت درجة البسط أصغر هي أكبر هي شو أصغر من درجة المقام هي أصغر لعيونها الجواب صفر بدون ما تفكر بشيء
جاك هيك تمرين بالامتحان، انا تفاجئتك الطريقه التفصيليه مشان طلاب الحادي عشر اللي عم يحضروا الفيديو، بس هي بالحادي عشر كنا نكتبها بالتفصيل. هلا لا بالبكالوريا انت كبرت، اكس درجه البسط اقل من المقام، البسط كسير حدود، مقام كسر الطجه مباشره، شو الصفر. هاي الحاله الثالثه، درجه البسط تساوي درجه المقام مباشرة. أمثال، أمثال مين؟ حد المسيطر، لا البصر، حد المسيطر بالبصر، على أمثال حد المسيطر بالبصر، أمثال الحد المسيطر بالبصر على أمثال الحد المسيطر بالمقام. وهذا القلب شكله متجاوز ثلاثة وأربعة، خلطة على غلة خاصة أنا اللي بسوريا بعد الغلة الله يعينه متجاوز سنتين. مثل آخر تمرين، لمت 2x مربع 3x مربع، درجة ثانية درجة ثانية، شو يا عائشة؟ مباشرة شو الطجية؟ 2 على 3 بدون ما نكتب الطريقة. أمثال المسيطر والبسط على أمثال المسيطر. الحلقة القادمة إن شاء الله، درس جاي أنتو واللي بالفيديو، رح نعطيك حالات إزالة حالات عدم التعيين، صفر على صفر، لا نهاية على لا نهاية، إلى الحصة القادمة كثير مهمة، حاول ما تغيبوا مثل ما عم تغيبوا.